نرجع تاني لخبر معلش انا اسف يا منى. لا لا مفيش حاجه، ما انا عرفت ان الدكتور هاني كان زعلان. الدكتور هاني اتصل وزعلان. طيب هيكلمنا دلوقتي. طيب يلا نشوف التقرير بتاع المرج. يلا يعني طب نتوقف مع التقرير ونرجع ناخد تليفون دكتور هاني هلال. الساعة 7:30 الصبح الكنترول روم او غرفة التحكم الرئيسية للمترو تلقت بلاغ ان في بعض الادخنة بتتصاعد من محطة التحكم الرئيسية اللي هي موجودة في منطقة المرج، وعلى الفور طبعا تم عزل المنطقة. ده طبعا تأمين للركاب وتأمين للقطارات وحماية للأصول بحيث ان احنا نقدر نحصر المشكلة عندنا في حتة واحدة وما تمتدش اثارها. وفي نفس الوقت ابتدينا شغلنا الخط بالكامل من منطقة حلوان لحد عزبة النخل او لحد المطرية، خط مزدوج، ومن المطرية لحد عزبة النخل خط مفرد بيبقى قط رايح جاي. وفي نفس الوقت جت بالتعاون مع كل القيادات واتصلنا بغرفة العمليات محافظة القاهرة، رتبنا اتوبيسات. الاتوبيسات جت ابتدت تنقل من منطقة عزبة النخل للمرج جديدة. هو الحريقة ابتدت من الساعة 6:30 بالظبط، شمينا الدخان الأول زي ما تقول سلك محروق كبير اتحرق، فطبعا احنا صحينا على الدخان ده بس ما كناش عارفين مصدره ايه بالظبط، لأنه ما كانش لسه طلع الدخان من المكان نفسه. بالظبط كمان نص ساعة كده على الساعة 7:15 أو الساعة 7:30 ابتدى الدخان يظهر من المكان نفسه، فبلغنا بقى الشرطة وشرطة البوليس فجاء على طول بعديه على طول. دي غرفة تحكم رئيسية بتغذي 5 محطات. على الخط الأول حصل فيها خطأ، الله اعلم ايه لحد دلوقتي، انا شكلت لجنه للتحقيق في هذا الكلام. حصل منها حريق، حريق الحمد لله محدود وتم السيطره عليه، لكن عمل تاثير على التقاطع في الخط الاول كله. هذه الغرفه هي غرفه محدوده للاشارات فقط، ملهاش علاقه بالتغذيه الرئيسيه بتاعه الكهرباء بتاعه المترو نفسه. المنطقه بين عزبه النخل لحد المرج الجديده لسه تحت الاصلاح، في حقيقه حاجات كتير جدا جوه الخط الاول بالذات محتاج ان احنا نعدله، وفي خطه محطوطه للتنفيذ. الاعطال وارده وعشان كده في عندنا صيانه وبنصرف على الصيانه مصاريف هائله، يعني احنا بنتكلم على خطه الفتره اللي جايه تزيد عن 1.5 مليار للصيانه بس عشان نقدر نحافظ على ان المترو ينقل 2.5 مليون مواطن في اليوم. اهلا بحضراتكم، الدكتور هاني هلال معانا على التليفون. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ مساء الخير مع الوزير. اهلا، مساء الخير استاذ محمود. انا مش زعلان منك ولا حاجه، ولا عايزك تقول هاو هاو ولا نونا. لا لا، ده قالوا لي الدكتور هاني كان عايز يزيع الشريط زي ما هو. انا زعلان للآتي يا استاذ محمود، انا عايز اقول حاجه. هو انت يعني اولا انت في تعليقك على هذا الكلام، اولا الدكتور عبد الجليل لم يتعدى عليه احد، والشريط عندك بالكامل ممكن تشوفه من ساعه ما دخل لغايه ما خرج من الجامعه بكامل احترامه. ومين اللي كان بيصوره يا دكتور؟ الطلبه بتصوره ليه؟ الطلبه زي ما انت الصور اللي انت جبتها مضروبه وموجوده اللي انتوا زعتوها دي. اولا حضرتك ممكن تقارن الشريط اللي موجود عندك. انا الشريط ده جالي بالليل النهارده وانا في المكتب. لا ليه اصل انا قارن ليه؟ لا انا ولا حضرتك جهه تحقيق. لا بس يعني في جهه هتحقق دي شغلتها. طب احنا عايزين نعرف حضرتك الاول. محمود يا منى بالراحه عليا، انتوا النهارده مش انتوا كنتوا محققين، ده انتوا كنتوا وكلاء نيابه وقاضي وحكمتوا وخلصتوا لا ما ينفعش يا جماعه اللي انتوا بتعملوه ده كلام غير مقبول. لا دكتور مع الوزير، مع الوزير معلش 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 لا معلش معلش انت حضرتك معلش اسمح لي حضرتك. لا اصل انت يعني وجهت لنا اهانه دلوقتي احنا قاعدين. لا مش اهانه، احنا حققنا وسببنا وعملنا. لا انا قلت في الاخر للدكتور ماجد الديب، قلت له يا دكتور ماجد الامر مع الناس بتحقق فيه، دكتور عبد الجليل اخطا في دخوله الجامعه لكن في بلطجيه في جامعه عين شمس، وهذه مره تكررت اكثر من مره. لا حققنا ولا حبسنا ولا طلعنا من النتيجه ولا حاجه. انت حضرتك لا خالص يعني. ده اتهام مش في محله يا دكتور، ده اتهام مش في محله. معلش انت لديك صور منشوره على اللي انت بتقول جريده اليوم السابع، ولديك شريط فيديو متصور بالطلبه، وعلى فكره انت لو شفت في الشريط هتلاقي كان مع الدكتور عبد الجليل ناس بتصور بكاميرات
فيديو وكاميرات الطلبه. وحتى النهارده 9 مارس مطلعه بيان بتقول فيه انه لم يتم الاعتداء عليهم ولم يتدخل الحرس في هذا الموضوع. لو انت الشريط اللي انت بتجيبه ده لو تجيب هو الطالب ده اللي خطف منه الورق ويجري. طب انا يا دكتور مش معنى ان طالب يخطف الورق منك ويجري انك انت تتعدى. انا يا دكتور هاني مثل هذه يا دكتور انت عايز حضرتك تتكلم لوحدك. ما هو الدكتور عبد الجليل انا سالت الدكتور ماجد هل تعلم سلوكا مستفزا من قبل الدكتور عبد الجليل مصطفى؟ قال لي لا. أنا بسأل زميله. لا انا اعلم ان هناك خلاص سيادتك قول كده زي ما انت عايز. قول ان انت الدكتور هو صليت. هل انت تقول لي دلوقتي ان الدكتور اسمح لي يا دكتور اسمح لي مع الوزير هل تقول لي دلوقتي ان الدكتور عبد الجليل مصطفى رجل صليت اللسان؟ لا بص انا عايز اقول حاجه. انا بص ايا كان ما فعل الدكتور عبد الجليل او غير الدكتور عبد الجليل انا لا اقبل ان يقال على استاذ جامعه هذا اللفظ. طيب خلاص طيب. لانهم في النهايه ايا كان الخطا الذي ارتكبه زميل فهو في النهايه استاذ جامعه له كل احترامه. اللي احنا بنقول عليه ايه والرساله اللي حضرتك اديت عكسها النهارده للناس انه استاذ الجامعه عليه ان يحترم مكانته. استاذ الجامعه عليه ان يعرف انه لا ما بين إيه دكتور هاني. ما بين هتقول لي كلام انا ما قلتوش دكتور هاني ما ينفعش ان سيادتك تمسك سماعه التليفون وتقعد تقول كلام انا ما قلتوش. فين ده لا. اللي انا وصلته للناس ان انا دكتور الجامعه مش كده؟ لا ما فين في اي كلام بالظبط؟ ما انت بالظبط انت عايز تقول للناس ان الدكتور عبد الجليل مصطفى راجل كويس وهو راجل كويس وان اللي قاله ده حاجه يعني مش غلط. ده هو حد استفزه فقال الكلام ده. الكلام ده غير مقبول. ليه مقبول؟ ليه حققت في القضيه؟ ليه مش مقبول؟ ليه انا تقديري للدكتور عبد الجليل المصطفى هذا التقدير وانت لك تقدير اخر. لا من حقك ان يكون لك راي ومن حقك ان يكون لي راي. ايه في ايه؟ في اختلاف من ايه في ايه حضرتك؟ اختلاف اللي ما بيننا احنا الاثنين دلوقتي ان حضرتك بتملك النهارده ميكروفون بيسمعك 5 6 مليون واحد. المفروض انك ان تعرض القضيه ولا تاخذ طرف فيها. انت النهارده اخذت طرف في القضيه. لا انا طول عمري باخد انا طول عمري طرف في القضيه يا دكتور هاني. ولما بتناقش مع حضرتك في كل حواراتنا اللي بتشرفنا بيها في التلفزيون ببقى طرف في القضيه اللي مع الناس. انا طرف في القضيه اللي مع الناس. النهارده مفيش. انا مش كرسي قاعد على التلفزيون. انا راجل ليا راي وليا راي مع الناس. عبد الجليل مصطفى دوت مع الناس المعارضه اللي هي بتعمل شيء كويس وساخن في البلد. انت عايز تقول يا محمود ان انت النهارده مع الناس المعارضه؟ قول صراحه كده. انا مع المعارضه. ايه خلاص خليك قول مع المعارضه. فاكر نفسك بتدبسني يعني؟ خلاص ماشي. لو انت بتدلغ عني يا دكتور افندم. ايه يعني المعارضه دي مش حاجه وحشه على فكره يا دكتور. المعارضه حاجه كويسه. المعارضه دي حاجه بتفيد البلد. دي حاجه كويسه جدا ان بلدنا فيها معارضه. ده شرف لمصر. المعارضه البناءه المعارضه اللي تعلم الطلبه ازاي تعبر عن رايها مش اللي تشتم الطلبه. مش اللي ايه؟ المعارضه اللي مش تشتم الطلبه. المعارضه اللي تعلم الطالب ازاي يتكلم. المعارضه اللي تبين للطالب الحقيقه. المعارضه اللي تتكلم في للطالب في جامعته. انا هقول لك حاجه دكتور هاني. احنا ليه القضيه؟ بص يا دكتور زي ما انت قلت يا استاذ محمود مع بعض. عايز قاعده بس عايز اقول لحضرتك حاجه. انا مش زعلان منك بس يا دكتور هاني زي ما انت قلت. لا انا عارف يا دكتور هاني افندم. الحقيقه ما حدش بيعرفها. انت ليك وجهه نظرك فترى انها الحقيقه وانا ليا وجهه نظري فارى انها الحقيقه. انا لكن الحقيقه ما حدش بيجيبها لان كل واحد بيدور على مصالحه الخاصه. مش مصالحه الخاصه يعني خاصيه خاصه بيه هو، اللي خاص بيه هو كوزير او كمسؤول او كرئيس جامعه او رئيس كذا او رئيس كذا. فالحقيقه الكامله ما حدش بيعرف يوصل اليها الا اذا جينا بقى دلوقتي في واقع زي دي. اولا سيادتك بتقول الصور من فابريكا. انا هوري سيادتك دلوقتي الشريط اللي انت بعته لنا فيه ولد لابس لبس موجود في الصور. ها طب وماله؟ يبقى مش من فابريكا ولا حاجه. يبقى انت عندك وجهه نظر مش الحقيقه. اهو ده الشريط بتاع سيادتك الولد اللي لابس موف ده واللي لابس الكواز. ادي ولدين في الشريط اللي بعته سيادتك. كويس هات لي الصور. خليك معايا سيادتك بقى. خليك معايا سيادتك هنشوف الصوره ده. هم اللي بيقولوا لي انا مش شايفها. هاتهم لي. ده الكادر اللي انت حضرتك بعته لنا اهو. ده الولد اللي خطف يبدو. ده هو نفس الولد اهو. فين هو بقى؟ اهي الصوره اهي اللي لابس الكواز برضه. اهو اللي بعتها الخبير صور بقى يا دكتور. ايوه الولد لابس اهو التيشيرت التركواز ده اهو. لا مش هو. مش هو ازاي يا دكتور؟ طب سيب الناس تحكم بقى. طب سيب الناس تحكم. مش هو ازاي؟ قربوا اذا كان ممكن يتقرب يعني. مش هو ازاي يا دكتور؟ استاذ محمود ادي التيشيرت اهو. بص شوف التيشيرت فيه ايه رسوماتها. ايه التيشيرت الازرق ده؟
هتشوفوا سيادتك دلوقتي هو هو اهو في الفوتوغرافي، الصوره اللي منشوره في 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 في, في الموقع اهو. يعني بص على كل حال، لا سيادتك ولا انا ولا حد، دي جهه هيروح للنيابه وهي هتحقق وتشوف مين المخطئ. ولكن يبقى السؤال يا دكتور هاني، احنا بنتكلم عن قضيه اكبر من كده بكتير، دي في النهايه وقع وهتعدي وعدت وخلاص. احنا بنتكلم على فكره الحرس الجماعي، القانون اللي حكم المحكمه اللي صدر يخص جماعه القاهره، هل هيطبق في كل الجماعات؟ هل هتعمله في الحرس الجماعي؟ ده موضوع ان شاء الله لما ترجع ستك بالحج، ان شاء الله حج مقبول ان شاء الله ومبرور وذنب مغفور، وترجع علينا بالسلامه وترتكب اول ذنوبك معانا في التلفزيون وانت بتتكلم على الحرس الجماعي. لا ان شاء الله يا دكتور. روح تيجي بالسلامه. مع السلامه. شكرا لحضرتك. احنا ناقص لنا تقرير عن زاويه الاحتياجات الخاصه، واحنا مش هنقول الخبر بتاع ان رئيس رئيس لا رئيس مفيش اخبار الشعب. لا لا في خبر عن رئيس مجلس الشعب مش عايز اعقف ده في لا. طيب هنتوقف مع التقرير. أقامت الجمعية المصرية لتنمية قدرات الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة احتفالا لأطفال الجمعية وأولياء أمورهم تحت شعار يوما لك أنت. النهاردة احنا بنحتفل بيوم الوفاء لأولياء أمور ذوي الاحتياجات الخاصة واسمه يوم لك أنت، واليوم ده احنا بنقدمه ليهم بمساعدة الرعاة، بحيث ان احنا بناخد الولاد في رحلة لليوم كله وبنعمل ندوة بنحاول نناقش فيها بعض المشاكل اللي بتواجه ذوي الإعاقة. هما طبعا بيبقوا محتاجين النوع ده من الأيام علشان يحسوا ان هما جزء من المجتمع، ما يحسوش ان هما ناس مختلفة عن المجتمع كتير، وما بيندمجوا في المجتمع مع أفراده، ده بي نفسيا بيعوضهم حاجة كتير قوي. طالما الطفل ذوي الإعاقة موجود في المجتمع احنا لازم كلنا نقرب، مش لازم نبعد عنه، احنا مش هنقفل عليه في أوضة ونقول له انت لوحدك، لا احنا كلنا بنبقى معاه. انا فحوان النحلة ومكيحة وطيارة وبركب ابسوط وحدة ملاهي عجلة ملقيحة وعط وكل حاجة. يعني حرصت الجمعية على إقامة ندوة لأولياء الأمور عن كيفية تكوين الصداقات واستخدام وقت الفراغ عند هؤلاء الأطفال، ليصبح هذا اليوم ترفيهي ثقافي كنوع من المكافأة لجهودهم ووفاء وعرفانا. تجمعتنا مع بعض دي بتدي تبادل خبرات، بتدينا فرصة ان احنا نسأل الاسئلة اللي عندنا. كل سنة بنبقى عندنا حصيلة من الاسئلة اللي جمعناها طول السنة، عايزين نسأل احنا ماشيين في الخط الصح، احنا عندنا مشاكل قابلتنا ازاي نحلها. كل واحد بيتعمل له تفصيل، برنامج تفصيل ازاي يساعدوه وازاي ينمو قدراته وازاي احنا نتعلم منهم نعمل ايه مع ولادنا في المراحل المختلفة. في ناس كتير قوي لما بقول لهم ان انا ابني عنده توحد مبقاش فاهم يعني ايه توحد، مبقاش فاهم طبيعة المرض، مبقاش فاهم ازاي ممكن يتعامل مع ابني. اتمنى ان يكون في توعية للمجتمع للنقطة دي. تأتي فكرة هذا اليوم لكسر الروتين اليومي لهؤلاء الاطفال واهاليهم من مواعيد اطباء وجلسات تأهيل وغيرها من التنسيقات التي تأخذ قسطا كبيرا من وقتهم.